ما اسمع. شو تريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. السلام عليكم. صباحك. كسرت الباب، كسرت باب العرب عادي. صباح الخير. صبر، قول لا اله الا الله. وقف انت، وقف ترزف انت، تروي بكبرك. صباح وقف. وقف. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. صباح الخير. انت شو شو بيت؟ بيت لازم بيت. إيه؟ فندق بزمه وعراه ما شايفين الا بيت. بصبر، بنصير الحين بتريق، بنطلب الليت، كل شيء بيحطون لك. إيه؟ انت ما تشكر، ما تقول الحمد لله. شرات حد من العرب يكودون لك الدنيا والدين، ما تشوف الا البيض، شيء البسيط هذاك ولا تذكره. انت غير نمونه. إيه؟ شو ياك تغيرت؟ انسان يقول الحمد لله الخير فضيل، لو شيء بسيط ما بارك هني رايدين لك الدنيا كلها بعد ما تشوفه. طلع من عند الباب صلاح. يا صلاح عيالي. وانت اصلا هاي تصبع احلف خلاص سوي بالله خلاص ما خلاك تنام. شي سوي صوت صوت وكيف كيف سامر زين. صبر كيف صار؟ كيف كان ناخر صوت هذا؟ كان بوك حد بيكون الساعة 4 الفجر يشغل تليفونه هو. لا 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 والله كذب والله كذب. أدري منك كذاب. من سأل عناية. على صباح الخير. كيف حالك؟ وشو؟ هوية. هوية عندي. لا هذا باب. ما الباب خليته هناك في الحجرة. لا هوية. بس سدة واحدة. لا أعرف. إحنا ما معنا الرادفة. صباح الخير ابو محمد. صباح النور. صلاح انت حين تصور وجهك ما تصور الدل. اي الراس منزلق اليوم يا الراس يا صلاح. اي شو بعد شي؟ يا ربي حق منو بيطرشه، يا ربي يا الله يا رب تستر علينا. حق منو طرشه بس سلكت وحط ويرسل ما يدري حق منو هذا. تعرف ان مبطلين له البلكونه من الساعه 6 الصبح عشان يصور. شوف انت. اي بطلنا البلكونه وصورت بيمول وصورت كل مكان. هذا كل انت؟ ايه. الله اكبر عليك انت. بتيل تشي مشاغبني مشاغب. اشوفه. يعني ما بترم تجلس لك اكل براشتي لسال. اشوفه كل يوم اصور. تشوف بعد كل يوم؟ لا اشوفه هنا. يبي يصور روحه ومتسوى القهوه. هاي ابوي فقره القهوه. صلاح الحين مناسب لنا نشبه عشان ما ياخذ الصنع ما يندرى عشان ما تغادي انت من هايل بلوجر ونحن ما ندري. يلا صور. ها بروجرام القهوه طالت عماركم. نحن على كل ما نسافر لازم ندل كورات قهوتنا من يفوح الماء. ما طبخ يفوح قبل ما يطبخ. قبل ما يطبخ نحط القهوة. وأنا قهوتي طالت عماركم أحبها تكون غليظة. أحط الفنيال الأولي وأحط الفنيال الثاني معوم لين عينه. ما داني هالقهوة الرفيعة هنا. هذا طالت عماركم الفنيال الثاني. القهوة طالت عماركم أنا ما أخليها تطبخ وايد عسب. ما تغدي مررة. ما تغدي مرة. واللي يطبخ فقط القهوة ويا الماء. لا اطبخ لا القناد ولا الزعفران. القناد اللي هو الهال. لا الهيل ولا الزعفران ولا المسمار. اللي تطبخ فقط القهوه. القهوه ويا الماء من الزم الاولي والثاني والثالث. يعني طباخها كله ما ياخذ من دقيقتين الى دقيقتين ونص بس ينطفي عن طفد الكهرباء الضوء وتتخلى لين تركد. من تركد زلين يا المحتويات هاي كلها تنحط في بطن الدله وكلها نيه ما شيء يطبخ منه. الزعفران طالت عماركم انا احط كميه شوي كبيره من الزعفران. انا احب الزعفران في القهوه. انا من كيفة الزعفران. اصبر عاده ها مشاغبني مشاغب ما لازم ينكس الزعفران الحينه بحينه ما ينطحن ويب مطحونه زاهب. لا اخير الويب وويبته على ما تشوفون. جلب الاولي والثاني والثالثه من تقمش على ما تشوفونها تهادرت بس وعنها ترد وتخف من الحرورة. ردينا نطبخ مرة ثانية وثالثة. آمين. زم الأولي والثاني والثالث بس ونطفي عنها القهوة. ما يخلونها تطبخ وايد وايد تغدي مرة تغدي علقة مصبرة القهوة. أبيه هي
هاي علامات الانضوي اللي هي تقميشة. هاي شوف التقميش هاللون القماش هذا اللي يستوي، هذه هي علامة انضوي القهوة. انضوي هالنمونة معناته يعني استوت مرة ريدي جاهزة. سمع الصوت هاد هالآلة اللي تشوفونها القماشيات، خلاص ذهبت القهوة. غطوها وخلوها بعد 5 دقائق وزلوها في الدلة. الحين هذا الزعفران وهذا الهيل. الهيل ما ينحط وايد، خاشوقة خاشوقة واحدة من الصغار. مسمار حطرت عماركم 4 أو 5 فصوص مسمار، هذا كله ينحط في بطن الدلة، والدلة شو فاضي ما في أي شيء. الحين 5 دقائق ونصير نزل الدلة، خلاص ذهب. تفوير القهوة، يخلون القهوة تطبخ تطبخ تطبخ، تغدي القهوة مصبرة. عسبت يوم حد يقول فلان ما تفيني اللي عندهم، ما يروم لي قهوة فقير، ما خذ الفيا الأولي ودر الباجي. شو السبب؟ قهوتهم مصبرة علقم تشري تقبض في المصرف، من يروم يتيرع العلقم؟ ما حد يروم، ولا شيء كالف ولا شيء وازي، عظمها قهوة. القهوة كيف؟ القهوة كيف؟ البيت فني. شوف أنت هناك هي هاي انت، هذا علمناهم الاطراره سبقونا على البيبان. لا حول ولا قوه الا بالله، صبر جميل بالله المستعان. يا رجال اذكر الله. صورتوا برا اليوم؟ لا بعدين، لا با 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 با. خلاص بنظهر. واليوم بتريق؟ يبى تصير الريوق؟ هي ان شاء الله. بسم الله لا إله إلا الله. البارحة كيف المكان هذا يريف رياف يريف، لا إله إلا الله. هلو البارحة سووا حطية اللي يحطون صندوق عند ويه الباب. فلان اليوم عين وفلان بيعرس عند بوابة البيمون، خيبة كان بيحصل من البيزات لو كل واحد ضربية درهم، ما يندر كان بيحصل من 10، قول كل واحد بيحط 10، حد 20، حد 50، حد 10، حد 20، حد 50، 100 حد ما حب يحط. اللي هذا اللي عندهم يبي يود بيسوي عمر ما شاف الصندوق. هي بيقولوا هذا الصندوق عرس فلان. هي شي انا اقول بصر يعني، مثلا يعني حطي شي بيحصل من البيزات. شو الحين هذا وين بنزين تريق الحين؟ هذا تبع الفندق. هاي الطاولات اللي فوق، ما باللي تحت، لا اللي فوق هذا تبع الفندق. وشايف الدور التاسع السابع بعد مكان هذا اللي يخدم الاكزيكتيف رومز، السويتات والغرف الكبار واللي عليهن اطلاله واللي ماخذين عضويه واللي مشتركين. بعد هذا ليل بنهار، طلق ليل بنهار، افترنون تي وما افترنون تي وكيك وسندويتشات وما ادري شو، الدنيا كلها عندهم. وحيومينا سير مسيد عندهم لطمنات سندويتشات التونه والجبن، ما خلينا شيء ما لا يمنا وظهرنا. وكله ابوي في حب الله. اي والله طعم ما شاء الله ما شاء الله، ولا تلقط شيء عادي، كل سبيشل. العادي ما يدور، كله رقم واحد، كل سبيشل، كله رقم واحد، كله مميز. ما تلقط شيء هبدوني، ما تلقط شيء من الممتاز هذا، فيري سبيشل يعني، مثل يعني مع مرتبة الشرف. كل شيء ها كله معدل ومزين. ها شي شرات المدخن، شي شرات المرج، شي شرات المدخنة، شي شرات الدلة الرسلان، شي شرات المليون شيء البعاو، شي شرات الصعاو، شي شرات البيدام، شي شرات النخي، ها حلزونة، شي شرات القبقوب، شي شرات المتشبر، شي شرات ماذا المهاف، مليون نوع من نقشات الأبراج. ها هناك بعد غير نمونة فنايم من الكبار، مجلبات، أشكال وأنواع. سبحانك يا رب، لا إله إلا الله. اللي يفكرون كيف ما شاء الله عليك يا عمار، ما خليتي شيء ما سويتي، تبارك الرحمن. الصد مكتوب عمار، ها في جبد السماء عمار، على البحر عمار، في الجو عمار. باجي أظني الطيائير ما كتبوا عليهن عمار، باجي عليك يا عمار الطيائير بس. ولا هذا أبدعتي في الأرض، باجي أبوي تبدعين أبوي في الطيائير. والله ما أبغى البن عنهم، والله ما ابغى البن عنهم، ليش لا؟ شو المشكله؟ اللي سوى هالدنيا كلها، اللي سوى هالدنيا كلها، الافكار والمخ اللي سوى الدنيا هذه كلها، ما بيكتب على طيائير عمار بيروم ابوي، ليش لا؟ شو المشكله؟ هي نعم، ليش لا؟ افكار
وتجارة وبيزات وإعلانات، وكلها إعلانات مبوبة يسوونها، يسمونها يكتبون تحت الشاصي هذا تحت وين الطير، يوم الطير الحين فوق ما يشوفون بطن هالطيار بدأ ما يكون خالي، يكتبون عليها أعمار، يكتبون عليها يدوك حليلة حليلة. ده تبى تسوي عش فقيرة فكرة. نحن أول بادي طالت عماك بنت فنيل وخلاص بنسيم تريق فني بنتني جدا قدام ثنيات. شو بناخذ؟ بناخذ طلعت عماركم كل واحد قرص خنفروش ورطيبه، زين رطيبات قرص خنفروش وفنيال قهوه، لا فنيال سائل فنيال جاي. شوف الحبيب انت، شوف مول يوم بوز تعرف وين بيصير؟ كان بوك هو فدانة الدنيا وفى المكان، وبعدين صابح ينوح من الفجر نانا. لا اله الا بانكوك. ايه لا اله الا نانا نانا قول صباح، يا قول يا الله صباح خير اصبح قول لا اله الا الله لله، قول الحمد لله لا لله. اصبر انا ابوي عينك عقه ترطبه. اصبر انا امي انا امي 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 بسم الله. دكتور شوربه، هو شوربه براشد. يلا انت اليوم تريق قرص خنفروش. اذا كان سوى للحن عاد احنا سوى. يلا قول بسم الله. بسم الله والحمد لله لا اله الا الله على بركه الله. لو ما تلاقفت احد هنا تعال عناي تعال هني هني يلا يلا بسم الله. قول بسم الله. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله وعلى بركه الله توكلنا على الله. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله. وقربوك على الحديدة. أنا لا أنت لا أنا وأنت بناكل تحت. هذا خنفروش. أنت النص وأنا النص. يا بسم الله. النص النص النص. كامل هذا النص. الحين وقت التفنيل. هذا فنيال صلاح. زين. وهذا طارت عماركم فنيال أبو محمد. وهذا فنيال أبو راشد. ايوه هذي. إيه هذين الاثنين اللي قدام غير، واللي واللي من الثالث هذا غير. انا ما بحب هالكثر في براشد بتبدي على عمر عندكم. شوف الحب بوسه. ومن الحب ما قتل، ومن الحب ما قتل لا حول. هاي رياياتنا هديه ستة فنايل في مناسبه عام الخمسين من بيت قنبل القطري، من بيت قنبل القطري عندنا بضبي. ستة 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 فنايل بمناسبة عام الخمسين ستة فنايل ما شيء غيرها مشرومات ستة. عماركم الحين عملية توثيق. توثيق توثيق صلاح بيسلم براشد الهوية. هذه هوية صلاح. لا لا لا. هاي هوية كنت بادلة صلاح. عطني مالك. يلا عاد قباب انت. هذا مبروك. هذا الاي دي ما صلاح مع براشد الحين خلاص براشد موظف عم صلاح رسمي الحين خلاص عاد مني منهل لان نرويك محتوى العقد وشو محتوى العقد وشو شو شغله براشد بالضبط في المكتب، شو شغلته، شو صناعته، شو على اي اساس يعني تمتاز يحصل خدمات عندنا، وين في السيرة وفي الجية لجل الشو مقابل الشو، هذا كله بعد مني من هو يعرف الأمور، هو يعرف الأمور وشو اشتراطات العقد وأمورها. يعني هاي هذا شيء زين في الشغلة. كل إنسان يعرف الليلة واللي عليه، هذا الشرط غالب الإنسان. نحن الأول مسوينها شفهيا وخلاف عاد سوينا عقد وعمل عمال وظهر وراشد رخصة في التصوير العمل المكتب الإعلامي وما أدري وين وسجل ما أدري شو شغلة طويلة. ها كله سوى ولدي أحمد وسعيد ومنهل وخلصوا. على الحين ابتدت ظهرت البطاقة. شوف أنت شو الصبر. ييه نزلت وصل مسك عبة طالع. ها يصور عمره الحين هو بيصور طاق وعندها شكة. صلاح ما كذا كح مع وطأ. اصبر من قلبه. كل شيء كل هذا رطب ام الدهن
تكلم. ايه زهين. ام الدهن. دهين. ورطب ابو ظبي. دابي. محمد بن زايد. عمر زايد. من نوع القوي. بابا القوي. ابوش. ابا قلوي. ابوش. ما قلن. ما خلاص ما في كلام. ويا بس عاد صدقت صدق يسد اليوم. نصير تريق ما يبغى صلاح اليوم ريوق. ايه. عقم. هذا هذا ودوك وما. خوز انا خلي يلا بنصير تريق. يلا. يلا عناي. بسم الله بسم الله. اصبر او تعالي هاي. بعد وانت من هناك. هوي علينا. هاي لبست الحين انا بكبري ما بظاهر. ايوه. عندي طالع من هناك. متشوف القيامة؟ في. متشوف صلاح في. هذا صلاح وهذا خالد وهذا ابو راشد وكنا من نوع شو؟ قوي. قوي قوي صبر. صلاح كنا من نوع شو؟ قوي. ما اسمع. قوي. عندهم طالت عماركم بوفيه. البوفيه من اغنى البوفيهات اللي شفتها بحياتي. يسمونه من غني ريتش غني يعني فيه الانواع كثيره ما تمتح صار. لكن نحن طالت عمار انا مني ما نطلب نحن ما نطلب ما نصير ناخذ من البوفيه. نقولهم حطوا لنا من كل شيء. هي يريدون الدنيا رياض من كل شيء شوي من كل شيء شوي من كل شيء شوي. يس برميس بعد. والحين هذا مسيو براشد وهناك بعد جماعة ما شاء الله نزور الطاولة هاي لين عينها كل. وهذا صلاح وهذا مسيو عناي. وعناي بعد ما يشرب الاسباركلي ووتر على فكرة يعني. الله أكبر يا عناي. سباركلي صلاح انت سباركلي ووتر؟ براشد انا اشرب من هذا الابيض. اي ستيل صلاح براشد ستيل. اوف يا اللون ناري لون ناري هناك شفتوا لون شفت لها لابس لون برتقالي بالقو برتقالي ناري لكن جميل شفتوا براشد ناري شفت. اي شفتوا ما زينه اي والله بكل عيوننا بالشوكة والدول. قولوا لي بالله عليكم هذا شرد عليه السلام عليكم. يا ريت تعطينا فكرة عن الريوق. هل هو فطور قبل الغداء؟ أنا ما فيها شيء. هذا السؤال أو هذا هو جواب ما أعرف. السلام عليكم. يا ريت تعطينا فكرة عن الريوق. هل هو فطور قبل الغداء؟ ما تعرف ما تعرف. شكو خبوهم. صلاح سي هلو. هلو هلو هواي. عرفت صلاح؟ ليش؟ You remember him or not? Yes. سلم عليها. ها لا ما يقول لها. لا تعرف كلمها قولها ارطم عليها. اوكي I get for you one. قولها بليز بليز. وان كرك وان كرك ما بك هذا بعيد على ايد هذا كرك اسمك كرك صلاح. alright I'm going to get you one. زين زين قولها بليز بليز. ثانك يو صلاح قولها ثانك يو. بخلص ابو ثانك. يلا صلاح يحس بحرمة اسمها كرك. لا صلاح الحليب اسمه كرك. حليب شو اسمه؟ حليب بقل. لا ما بقل كرك قلت. اوه يا حافظ يا حفيظ عليك يا ابو محمد. يا سلام على هالرزة. هذا ابو محمد اليوم. ابو محمد طالت اعماركم عنده شغل وحينه ساير مكان الشغل وبيصور لكم من موقع الشغل اللي هو ساير وعاني عسب. صالة جميلة مكان موقع. ما بنحرق الموضوع. شي دقيقتين بصور لكم قريب يعني ثلاث دقائق مشي. بالغ اللي قلت لكم هالدنيا كلها اللي تشوفونها كل هالدنيا ها 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 ما في الحاضر مدح. كل هالدنيا اللي تشوفونها ها ها وانت ساير وانت ساير وانت ساير وانت ساير وجدي لي يم الجدايل جدي لي فراحي وتغني وهلي جدي لي والله يا حيلو مهما جدي لي راح تظل المحبوب وما عنا غيبة. كل عمار كل عمار عمار سيلز. نحن جايين سنتر عمار سيلز سنتر. نحن جايين طرت عماركم المبنى هذا المبنى الفخم
اللي موجود في هالمكان الفخم هالمكان الجميل هذا عبارة مزار، هذا عبارة مزار. اللي يجي دبي ولا يجي هالمكان عبارة شيء ناقصنا من حياته، ناقصنا الثلث، الثلث ناقصنا من حياته، اللي يجي دبي ولا يخطف هالمعلم. هذا أهم المعالم بالنسبة لي أنا. طبيعي أن الرقي اللي في الدنيا كله في هالمكان، تحس أمرك داخل مكان. شفت قصر المؤتمرات، مكان روحه شرح، ما يحتاج يصير شرق ولا غرب. من تريح واحد تدخل هناك شيء كوفي، احنا نسير أول بعد الكوفي مالهم كوفي شوب، بنيلس بنسول شوية يمكن ناخذ لنا كوفي وخلاص بندخل. أنا يا عيال أحمد. نعم. كيف حالك أحمد؟ الحمد لله. أنا وين؟ نعم. أنا في وين؟ أنت اليوم في السيل سنتر حق أعمار بداون تاون دبي. شكرا جزيلا حبيبي. هذا الكوفي نحن اللي دخلنا حينه، وهذا على ما تشوفونه فنان فوق عن الفنان. زين، كوفي وفي مكتب سيلز، شو يعني؟ يعني لما يجوا لعنا يزورونا يحبوا، حابين مثلا لما بدهم يشتروا عقار يستثمروا. مين هن؟ العالم اللي حابين ينقلوا على البلد، اللي عايشين بالبلد، اللي بيحبوا اعمار، اللي بيعرفوا اعمار بالضبط هي شو عملت من الداون تاون عملت هذا الدنيا كلها، عملت اعمار يعني هاي الدنيا كلها عملتها اعمار. سيد حضرتك شغلي هلا، يعني انت مسيبه من البلد بس مثلا انا ب 2013 اول ما اجيت على البلد اول شغله كان بدي اشوفها هو برج خليفه. سبحان الله، برج خليفه اعمار، دبي مول اعمار. يعني كيف بدي اخبرك، يعني اي شيء اي انسان اول ما يزور البلد اعمار. شو بتعزمني؟ What would you give Mr. Khaled? We are making a very nice coffee for Wood Love. Wood Love. Allah. Allah. Wood Love. Wood Love. Surprise. Surprise. Yeah. Fejo. هذا اللاب يا ابوكم اللي بيشوف هالدنيا. هذا اللاب. هاي دبي بكبرها. دبي بكبرها تحت هالسقف. فاللي بيجي إن كان مستثمر أو بياع أو شراي أو دلال أو يبي يبيع أو يبي يشتري أو راعي تجارة، بإمكانه هي المكتب مفتوح، المكتب مفتوح. هو خاطف جاي دبي يموت، أي ياخذ له، ياخذ له على ما يقولون المصريين خذ بصة، خذ بصة. من يجي وياخذ له بصة يشوف الدنيا كلها عنده، يشوف الدنيا عنده كلها، دبي كلها تحسب. تواجدي في هالمكان المميز الجميل اللي من أرقى المواقع اللي أنا شفتها بحياتي، أشبه المكان هذا كأنك أنت ساير تبي تشتري حاجة من مكان معين، فبدال ما تلف وتدور عند زيد وتدور عند عبير أتي عند هل بالاختصاص، ما تصير شرق وغرب، أتي عند هل بالاختصاص، هل بالمكان روحه، فتدخل فبتشوف شيء عندهم مهول الدنيا وما حاش حوشة كلها عندهم. عند منو؟ عند هل بالمكان روحه، هل البضاعة، هل المنتج روحه، كل شيء عندهم. فبتحتار انت شو بتاخذ، ما بتتشتت افكارك، بتحتار شو بتاخذ انت من هالمكان اللي انت جاي عسبه وتعنيت ودخلت، دخلت عينك ميزانك. فكر، بغيت تشتري، بغيت تبيع، بغيت تتفرج. موجودين متخصصين، موجودين ناس فقط لمساعدك انت، لمساعدتك انت، بدل ما تصيرين تحتارين عند زيد وعبيد وفلان وعلان، تعالي بوي عند اللم. بتخطب من الخال، اللبو موجود واللم موجود، بيته موجود، تصير تخطب من الخال. ليش تصير تخطب من الخال؟ بتخطب من ابوها، هذا ابوها، هذا ابوها. حين انت في بيت اللبو، تنقل البنت اللي تباها انت جاي تبل البنت الفلانيه، خلاص نحن تنقينا بخواتين وتنقن وبغن البنيه هذه حق ولدنا، نحن بنتكم هذه، اتفقت وخلصت وخلاص، ملكه وكفى الله المؤمنين القتال. هذه صاله العرض، من اكبر صالات العرض اللي موجوده تقريبا في الشرق الاوسط، كل شيء تباه موجود هني. سيلز اوفيس، مكتب مبيعات اعمار. على اي شارع نحن الحين؟ نحن على البوليفارد. على البوليفارد.
أيوة كل شيء تبغى موجود عندك، تعال وطب وتخير طالع اللي أنت تبغى، لا تصير لا شرق ولا غرب، لا يزقرك فلان ولا علان. نحب نخبركم الحين هاي كلها مشاريع موجودة، ومرة على الشارع الرئيسي، مرة تحت دبي مول، عين بلي سوري. إنزين هذه الشاشة توضح لكم مشاريع إعمار في شنت دبي منذ البداية لين ساعتنا هذه. وعلى الشاشة مثل ما قال السيد خالد حتلاحظوا عندكم مطار الانترناشنال تبع دبي ومطار المكتوم، وكل مشاريعنا بتجي بالنص من عندكم داون تاون دبي، دبي هيلز ستيت، الكريك هاربر، المرابع العربية، الإمارات سيدن، دبي مارينا، والأعمار بيتش فرونت، وعندكم الفالي على طريق العين، وعندكم أعمار ساف بين الأكسبو. وكل هالمشاريع حتلاحظوا انه في بكون عندنا مجسم بقلب الشركه هون بالسيل سنتر، يلي فيكم تعرفوا كل منتج وين اللوكيشن حقها. حتى اللي بتاع وخلص، حتى في اشياء باعت وخلصت، وبس في اشياء جديده بنقدر حنقدر بهالاشياء الجديده ندلكم على الاستثمار الصح. فكره المكتب المبيعات مال عمار انك تدخل بتشوف كل ما انت تدوره من عقار، وفي موظف كل مشاريع هم تحسك بعد هذا اولا، وثانيا الموظفين اللي موجودين مثل احمد والعديد من الشباب الموجودين من شباب ومن شابات، يوضح لكم شو انتم يعني الاماكن اللي الخدمه اللي انت تباها. هل المكان هذا يصلح للسكن للاستثمار؟ يقدر يفيدك انت شو تبغي، هو اللي يقدر ينصحك. مجرد نصيحة بك انت تاخذها، بك انت تستدل عليها، بغيت انت تاجر، بغيت تبيع، بغيت تستثمر. كل الشباب موجودين هنا لخدمة منتجات اعمار فقط، اللي موجودين هنا تحت هالسقف من عدد كبير من يصبحون لين يمسون في خدمة زوار هاي المدينة. وخيدك للسكن طريقة عشوائية ما توقع هذا زين، وايدين من اللوادم من ربعنا وصدقاننا وعالم كثيرة خذت سكن وعقب قالوا والله نحن بنغير بنغير ويا فلان وبناخذ نحن الشيء الفلاني بنزيده ولا بيزيدنا، المهم هذا اللي بيستوي. ليش انت ليش موجودين السيلز هاي هل بالمبيعات في عمار؟ الله يسلمكم، من يجي الريال هو يا حرمته او هو روحه يلسون مثل الاجتماع ودي مع بعض، هو أحد أفراد طاقم اللي يشتغلون هني السيلز، يسأله كم عدد أفراد أسرك، أنت شو تبى استثمار ولا تبى تسكن ولا بيت للويكند ولا بيت للعيش بتعيش فيه على طول ولا بتي في الأسبوع يومين ثلاثة، وين سكنك أنت؟ أنت من هالفجير ولا من هالبوظبي ولا من هالعين؟ من وين أنت جاي؟ شي وجهك؟ شو تحب أنت؟ انت تداوم وين دوامك؟ المدام اذا كانوا اذا يداوم في دبي المدام وين تداوم؟ اذا داومت المكان الفلاني يختارون المكان اللي في النص اللي هو قريب على دوامها ودوامه. والعديد من والعيال شو عندكم العيال؟ شو مدارسهم؟ شو تفضلون؟ وايد اشياء يستفاد منها من زياره السيلز مكتب المبيعات. يوم تجتمع الحين شو هل احنا خاطفين وراء الدالي؟ قوم هاي خاطفين القوم، هاي كلهم جايين يجتمعون، هذاك ويا حرمته وما ادري كيف ويتشاورون، وعندك ودونك يخاطفون على عدة مجسمات وعدة مشاريع، منها اللي جاهز منها اللي بيجهز منها اللي والله نحن بنصفي اعمالنا في بلادنا المكان الفلاني وبني نعيش في دبي، هذا المشروع متى بيجهز؟ بيجهز فقرروا يصفون اعمالهم بالوقت الفلاني، يجون هني سيدة على مفرش بيتهم وزاهب امور. زيارة السيلز وايد ضروري، سيلز أوفيس مكتب المبيعات وايد ضروري زيارته. ما بخذوه فقلوه عند ربيعي شقة باخذها ولا عند ربيعي بفله باخذها ولا فلان المدالي شغي، لا لازم تتشاور ويا خدك وامك وابوك وحرمك وخالك وتاخذ الآراء كلها وتتفقون على رأي واحد. لا ما شي فايد، مثل الاستشاري ببني أنا بيت أشيل المدام أشوف كم عندي من العيال، شو عيالنا وين مدارسهم، شو الشيء اللي والمنا، نحن ما نداني البحر نداني البر نداني اليبل نداني يعني وايد الرملة نداني البر، وايد الناس أذواقها عديدة أذواقها عديدة، مثل اللبس مثل الألوان مثل الأكل، ما بكل شيء يوز الحد، كل حد وله
وجهة نظر. فهذا موضوع وليش نحن زرنا مكتب إعمار للمبيعات. جزاك الله بالخير أبو محمد. هذا الرجال أبو محمد حبيبي، طمنا عنك، شو امورك يا اخي؟ كم سنه من كم سنه من كم سنه كنت 20 سنه تعبرني، اشتقت لك. انا وينك انت؟ وينك؟ ما عاد جيت العين، ما عاد شفناك. والله انت رجال محترم يا ابو محمد حبيبي، ربي يسعدك يا غالي. اذا جيت العين خلينا نشوفك، ولا انت خلاص يعني ما بتشوف الفقاره؟ وين يشوفك الكبر؟ احنا الفقاره ما خلاص ما عاد تشوف. اي فقير انت؟ انت فقير هالكبر؟ انت ماكل اكل الفقاره. هاي الدله الحين رقم 2 بتتلقى، الدله الثانيه من صباح الله خير. قيمه ها واحد غيرك انت يشربها، احنا ما شربنا. بلاتك اي، وانا قضيت فنجان الصبح واليوم توني ما شرب. هاي الدله منو مفجنها في بطنه؟ انت صرت تشتغل واحنا جلسنا نتلاها احنا وصلاح ودقينا. زين شو الاخبار؟ اول شيء خير. رقدت؟ ايه كم قدبنا شوف رقدت صراحه حول ساعه ونص الحين الضحى. تسلم يا ابو سمره يا منور السهرة، يا شمعة في البيت لغابة القمرة، أسمر وحنطاوي مثل القمر ضاوي. أبوش أسمر وحنطاوي، غنية عوض الدوخي هذه. هذا من البحرين؟ عوض الدوخي إيه؟ من الكويت. من الكويت ونعم ما طلع عوض الدوخي يغني. اسمع مشغله غنيه، اسمعوا في طريقه اللحن. اسمع سرع، اسمع اذا يصبر طلع مشكل. الحانهم الاول متعوب عليها. شو تسوي انت؟ يطور بعد يطور دوخي. في البيت في الليل لغابة القمرة، أسمر حنطاوي في القمر راوي. تسلم يا أبو سمرة ويا منور السهرة، يا شمعة في الليل لغابة القمرة. تسلم يا أبو سمرة يا منور السهرة، تسلم يا أبو سمرة يا منور السهرة، يا شمعة في الليل لغابة القمرة. أنا مجنون، أسمع كل أغاني غاوية. سلام يا أبو سمرة. الحمد لله، الله أكبر. هاي إزاي أسمع كل أغاني غاوية؟ أخ علي كسر. هو الدوخي. دوخي صلاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. صفت على اللحن. ها صفت. لا ما أخذت بسرعة أنت. أنا ما أعرف لك محمد ها. إذا عربة طبق كمان في الإبراح. ها سمعتوا جارحين؟ شفتوا هذا الإذن اللي غير طربية ليوصل هاللحن من بعد الأداء. هذا شوف تصفيق هيام. حس إنك بدأ يظهر بين الملا أكثر. يا زينة عشاق، يا ريحة العنبر. فأذن براشد مش طربية أبداً. شفتوا الأصلي؟ أنا أطير عليك، أنت عندك بطاقة مال كسار من سنة 79 مال الطرب. زين براشد يا مرحبا. شو من المطاربة اللي تحبها أنت؟ أنا أحب علي بالروغة. لا لا، المطاربة
هاي مال مصر ومال لبنان وقوم فريد وعبد الحليم الليله كلهم ما عرفهم كلثوم بس نزيد شو من الاغاني حافظ لها يوم تكون يم القمر على الباب نور قناديله يم ارد الباب ولا اناديله ام كلثوم هي مغنيه ان هذه ولا سميره توفيق ابن مدراني ابو محمد كانت هاي فايزه احمد يما الامر على الباب فتح اناديله ابوي يما ارد الباب ولا اناديله انا احس ام كلثوم تقول نور قناديله لا 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 هاي تطري الحبيب واصل عند الباب ابوها انا ديل ابوها لا بنت له ريح ابوها تطري حبيبها ما يخسر ابوها سمعت هذاك وانا باع 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 انت منو تحب من لغاية المطاربه المطربه منو مطربك المفضل منيح منيح مال هذا منيح نوح النحنوح ايه؟ هذا عادل امام ايه؟ هذا الخط ابن الخط اي ابو خب الدقعه اي هذه لا هاي مقوله لا المطربه منو اللي تغني له انت دو ما لا صلاح ما عرفت انت ما تعرف تغني لا ما اعرف بعد تكذب قول محمد عبده ما عنده بس يلا مساكم الله بالخير هذه طارت عماركم صينيه شوكليت ما شنو نفرين هذه كرامه كرامه من وين جايه هالكرامه بلاد من كبرها بعد ليت الا قرب العيد ولا بيودها لكن وين العيد باقي كم من شهر لكن اظني ما تعول احط عليها كنديشن لا والله اسوي سوالف انزين هاي كرامه ياي طالت عماركم هالكرامه من هالرجال حسن حبيب هذا وياي ويا هالبوكي اللي ما يشلونه اربع انفار هالبوكي باظل هاي اسم ستاند كم مكبره بلاد من كبره بلاد هذا انطرش طارت عماركم من عند هالرجال الفنان وهذا الرجال الفنان احب نخبركم وينه هذا يا ابوكم حسن حبيب وعلي يا هلا ابو محمد ثانك يو الله يكبر واجبك ويحافظك يطول بعمرك تمنينا اياك بلاي شيء لكن ابوي مايا الا محمل الله يسلم من زمان عادنا نتريا إياتك لدبي وني نزورك يعني الله لا خلاص كل مرة تي وما تحصل الفرصة قلنا هالمرة عاد لازم نزورك ونسلم عليك شكرا جزيلا الله يسلمك أبو محمد حسن حبيب نعم أنا أتعرف وياك والعرب كلهم يعرفونك لكن البطاقة الشخصية مالت حسن حبيب بدقيقة علومك كلها من يوم أنت ياهل دراسك وين ربيت وأي فريج وين سرت وين جيت كل هذا في دقيقة واحدة بدقيقة واحدة دقيقة أبو محمد حسن حبيب مواليد 1974 ربيت في الجافلية منطقة الجافلية وأنا الحين متزوج وعندي أربع أولاد الله يحفظهم آمين عندي غالية وعلي وقمر وحصة بتشرك منو؟ غالية الله يحفظها إيه نعم إيه نعم الله يبارك إيه وعافية إيه فالحمد لله طال عمرك وبديت دخلت التلفزيون في سنة 98 من يوم تأسست قناة دبي الرياضية وليومك هذا ما شاء الله الحين شو تشغل شو منصبك الحين التلفزيون أنا نائب مدير القنوات الرياضية حاليا ما شاء الله نعم الأستاذ عبد الرحمن أمين هو مدير القناة ما شاء الله إيه نعم في التصوير هذا لازم نظهر بعد صراحة يعني هي والله ما يستوي بعد حد شرق وحد غرب انزين حسن شو بتخبرنا بعد اي نعم وانا طبعا اول ما بديت في البرامج قدمت برنامج الجماهير على مدى 18 سنة وهالريال كان زبون دائم في البرنامج والان الحمد لله يعني سوينا نسخة اولى من برنامج الربع في سنة 2011 نعم. كان بس للرياضيين نعم. لكن بعد مرور هالسنوات هاي كلها قلنا بنسوي نسخة جديدة ونسخة مطورة بوجود نجومة وانت على رأس النجوم هذه خالد اي نعم وتشرفنا انك تكون شاركنا في هذا البرنامج الحين نبى نعرف الحين موضوع البرنامج مال الربع هذا اي نعم الحين نبى ديتيلز والمعلومة كلها في بعد في اقل عن دقيقة حاضرين برنامج الربع طال عمرك عبارة عن احنا ناخذ اثنين اصدقاء وربع في نفس المجال سواء رياضيين او من مشاهير السوشيال ميديا او حتى فنانين ممثلين او مطربين وغيرهم فناخذهم طال عمرك في اربع فقرات واحده منهم اللي هو تحدي رياضي او مغامره من المغامرات احنا نسويها او مهمه نعطيهم مهمه من المهام يسوونها وبعد ذلك نسالهم 10 اسئله هذه الاسئله نشوف التوافق
ما بين الأصدقاء أو ما بين الربع بينهم وبين بعض. فهذه هي فكرة البرنامج الأساسية. الشيء الآخر في البرنامج، أنت مثل ما أنت شايف اليوم ما شاء الله حكومتنا وقيادتنا تهتم بالرياضة وممارسين للرياضة. نعم. سواء من يوم احنا نشوف صور الشيخ زايد الله يرحمه وهو يلعب طائرة ويلعب بليارد وغيره من هذه الصور. نعم صحيح. نعم. اي. وايضا يعني اليوم الشيخ محمد بن راشد ما شاء الله هو فارس وايضا ممارس رياضة الدراجات، وذينا حق ايضا اليوم الشيخ حمدان فايضا هو ما شاء الله رياضي شامل ممارس للرياضة وداعم للرياضة. نعم. فيت الفكرة ايضا في ناس اليوم شافوا خالد الخالدي يشوفون على السوشيال ميديا بس، لكن الجانب الرياضي والجانب الآخر هذا الناس تحب تشوفه على الشاشة. أيضا اللعيبة بس يلعب كرة، لكن لما بتوديه في جوانب ثانية وحقل ثاني أيضا الناس تحب تشوف هاي الجانب فيه. الممثل نفس الشيء والفنان. فإحنا حبينا نبرز هذه. أيضا اليوم دولة الإمارات ما شاء الله غنية بالأماكن اليوم البنى التحتية الرياضية الجميلة اللي إحنا حريصين إن إحنا نظهرها في هذا البرنامج. فبرنامج الربع هي فكرته بأن يكون يعني واجهة سياحية رياضية مجتمعية لهذا البرنامج. الحين الكرت اللي صورناه هذا فيه دعوة. إيه. هذا حفل الإطلاق طال عمرك أبو محمد. إن شاء الله بيكون يوم الاثنين. الاثنين هذا. إيه نعم. ورا بكرة. إيه في الحبتور بلس. إن شاء الله بيكون يعني ننقل على الهواء الساعة 8. الحضور يعني طبعاً إن شاء الله مدعوين الناس على الساعة 7 يعني بوجودكم. ان شاء الله بنعرض فيه. من الحضور بيكونون؟ الحضور بالنجوم، مشاهير، الناس اللي شاركوا في البرنامج. وجودك انت مهم. بعد نعم. الاعلام، الاعلام منو؟ الاعلام، كل الاعلاميين المرتبطين سواء بالفن او حتى بالرياضه. والقنوات، القنوات نعم، القنوات الناقله ايضا اليوم دبي الرياضيه تنقل، سما دبي بتنقل الحدث ان شاء الله. ايضا اليوم يعني الاعلاميين الموجودين زملائي وزميلات ايضا العزيزات الموجودين في مؤسسه دبي للاعلام، الاداره اليوم الكل بيكون موجود في اطلاق هذا الحفل الخاص ببرنامج الربع. الحفل عباره عن شو؟ الحفل ان شاء الله نحن طبعا مسوين اعلان ترويجي للبرنامج ان شاء الله، هذا لاول مره بيطلق في الحفل، صورناه قبل ايام وان شاء الله بينعرض في الحفل. ايضا احنا بنعرض من الحلقات اللي نحن صورناها الى الان اللي هي 12 حلقه، بنعرض جزئيات بسيطه من هذه الحلقه بنبرزها للجمهور. انتوا خلصتوهن 12 بس؟ اي نعم. اي نعم. وهن المفروض كم حلقه يكون؟ 15 المفروض. انا بعيستوا عن ثلاثه. لا لا بعدنا ترى مستمرين. اي نعم احنا مستمرين بس نحن من هاك الوقت لين الحين. اي نعم، لان الامور يبالها ترتيب ويبالها تجهيز. انت شفت متى احنا سوينا وياك المقابله، لكن عشان تجهز هذه الامور وتظهر بالشكل الحلو اللي يليق بالمشاهد اللي بيشوفنا يكون شيء مختلف يشوفه. سبحان الله. اي نعم، فعشان شيء يباله تحضير. فنحن ان شاء الله 12 حلقه. ايضا الشيء الاساسي ايضا اليوم احنا قمنا بانتاج اغنيه خاصه بهذا البرنامج من خلال سفير الألحان فايز السعيد. نعم. اللي نحن نشكره. أيضا كلمات شاعر الوطن علي الخوار. نعم. وغناء الكورال وسجلناها طبعا في استديوهات فايز السعيد. يعني هذه بتكون إن شاء الله شيء أيضا جميل ينطلق للمشاهدين اللي بيشوفون هذا الاحتفال. فهاي من الأشياء المهمة. أيضا بحضور رعاتنا اللي ما قصروا صراحة معانا، سواء اليوم من ماي دبي أو من خلال إمباور أو من خلال اليوم معهد الإمارات للسياقة، وأيضا اليوم داعم الحفل أو راعي هذا الحفل اللي هو الحبتور. ونوجه تحية أكيد اليوم إلى مجموعة الحبتور وأخونا محمد خلف الحبتور اللي ما قصر ورعى هذا الحفل في إطلاقه. ما قصر. الحين يوم بيستو تدشين الحفل هذا. ايه. شو اللي بيستو؟ يعني الدعوه هي للمشاهير. لوسائل الاعلام اللي انت دعوه خاصه. اي يعني. اي نعم، دعوه ما بدعوه عامه. لا لا لا، دعوه خاصه. انزين. نعم. ومن عقب الدعوه بنعرض اليوم قلت لك انا الاشياء اللي بنعرضها، سواء الاغنيه الخاصه بالبرنامج سواء الاعلان مدة الحفل. مدة الحفل يعني بتكون ان شاء الله مع اللقاءات وهذا 40 دقيقه يعني 50 دقيقه تلفزيونيه، لان قبل في لقاءات مع الناس اللي بتي في البدايه بيسوون. نعم. لقاءات على الهواء على الريد كاربت احنا نسميه والسجاده الحمراء. بعد. نعم. ومدلعين مدلعينها. براشد شيء طبيعي. نعم براشد اول الحضور. الله منهل وكل نعم. يا سلام يا سلام. ابراهيم صدياي ابراهيم ما قصر صراحه. اي والله. اي نعم اي نعم.
وندعي الناس اللي اليوم كان لهم دور ايضا في هذا البرنامج ايضا بندعوهم. واضافه الى المشاركين في البرنامج اللي نحن طبعا 12 حلقه وكل حلقه فيها اثنين. متى بتبتدي الحلقات؟ شوف الحلقات باذن الله تعالى بتكون تاريخ 19/9 هو الاعلان او الاطلاق الاول لاول حلقه. واول حلقه منو بيكون فيها؟ لا تقول انا انا مراد الملاكم. ها الملاكم مده حلقتنا كم مدتها؟ ايه مده الحلقه يعني تقريبا بتكون ساعه تلفزيونيه مرتبه ان شاء الله. انت وابو راشد بتكونون في هذه الحلقه نحن مجهزين لها. وطبعا اليوم الحلقه من النوع القوي فعشان تجيب ان شاء الله 19/9 ايضا البرنامج يوم الخميس بينعرض على سما دبي ايضا يعني نفس الحلقه بتنعرض على دبي رياضي وسما دبي. ففي سما دبي بتكون تاريخ 22/9 والساعه ان شاء الله 9 مساء. حسن حبيب يا هلا والله. شكرا يا ابو علي عزيز وغالي عزيز مشكور وما قصرت. انت تعرف انت اخ وداعم يعني اليوم نحن اول ما قلنا لك عن البرنامج انت صراحه ما قصرت ويعني ابديت رغبتك بالمشاركه وهذا شيء احنا فخورين فيه بمشاركتك يا ابو محمد معنا في هذا البرنامج. وانت اضافه للبرنامج اكيد لكم حق واجب علينا نحن اهل وربع وصدقان من قبل هذا الشيء. والله يحافظك ويطرح لك فيك وفي عيالك. الله يسلمك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا على الزياره وعلى بوكيه الورد وصحن الحلف اللي خليته يا ابو كان قبل العيد بيومين. نجيب لك غيره يا ابو محمد. الله يطول عمرك. اي والله هاي من فرحه شوفتنا بك يا ابو محمد. انت تعرف اخ وعزيز غالي الله يرحم والديك. الله يعزك ويسلمك. فرصه سعيده قبل وفرصه سعيده اليوم بعد. الله يعزك ويسلمك. لقائنا ان شاء الله ورا بكره باذن الله الحبتور بلس نتشرف. ابو علي هلا والله شكرا جزيلا حبيبي. ان شاء الله اتمنى من الله التوفيق وابشرك ان شاء الله اذا الله راد انه يكون برنامج جميل ومميز. انت مبروك. انت ما تحط يك في شيء حبيبي اللي قد يزين وفنان. الله برنامج شو اسمه الربع؟ اي مع الربع. اي مع الربع من النوع قوي. شكرا تعبناك ويانا. لا عزيز كلمنا عليك وتعبناك يسد انك استحملتنا هالفتره يوم كان يوم شاق يعني. على عيني وراسي الله لا الناس بالعكس كلها تتريى الحلقه ان شاء الله. ابو محمد ان شاء الله ان شاء الله انا بسميك الرجل الخارق من بعد الحلقه. ايه ملاكم قوي ده ميسر امورك ان شاء الله. شكرا جزيلا. روح يا ناس اشرح لها سلم لي علي بحبها ايش راح لها عن حالتي ايش راح لها صلاح عن حالتي روحي ما ادري ايش قايل بحبها باي باي روحي يا نسيم ايش راح لها صلاح هذا انا تعرفون ما يبغى الكلام. كيف الحال يدي عين؟ لا انا اصورك انت. كيف حالك؟ انا وين؟ في استوديوهات فايز السعيد. الله انت مين؟ صلاح مو كلام اشكد خذ عبد الله المستريح. مرحبا مرحبا يا ابو كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يطول عمرك. ايش هالزين؟ ايش هالزين اللي ويانا؟ صديق الطفولة هذا طال هذا الرجال تخيلوا هالبريء مرابع هذا صديق الجامعة هذا أصدقاء جامعة وأصدقاء طفولة وعاد أنا صديق ويا أبوه هذا الرجال عديب عبني يوم نحن يهار ما تلاقينا جمال الحاي أبوه من أجمل وأخير وصفوة الشباب الأوليين فنان بمعنى الكلمة والحمد لله الولد ظهر على الأبو وعلى ما شابه هلا مسروق وسالم أبويا نبى يا جوهر حصابي يا يا زين يا جوهر حصابي يا طلع لجات الغبيبي يا عين قريب في عشابي هالعين عين الشعيبي وده ملب القلب صابي ومن العرب عازم طليبي ليل هنا والنوم طابي وانا على حر الهيبي يا معنا فروضي سهابي
واسألوا لا حد يجيبي ما بيعسر هم ولا بي غير همي من حبيبي غير همي من حبيبي أبو محمد. أبو سالم نبى شيء ما نسمع ما نسمع هي سمعت الوادم أولي لكن آخره ما تغنى أو ما حد غنى سنقل يعني بقول... شيء طبيعي الغني من كلمات سعيد بن مصلح الشاعر الكبير نعم سنين عمري ما مدني تبنى العواطف بين الاثنين الوقت لي بخلاف ظني وانا شرى لي بين نارين نار الوله وشواك فني ونار الرجاء والياس المهين ما ينفع الفايد تمني والصبر في تبع المقفين سعد الليالي رحلني ويبقى الذكر بين المحبين في كل قوافي ضاوى عني وانت قطعت الوصل يا زين خمس الحواس سايلني عنك وقلبي في جرحين جرح التجافي والتجني جرح سكن في قلبي سنين تسلم وسالم من راس ياسية من راس ياسية لا روس ياسية والشعر يكشف المحبة ملفاته بغيتها في عيال زايد راوية وعيال زايد نبض قلبي نبضاته من راس ياسية لا روس ياسية والشعر يكشف المحبة ملفاته بغيتها في عيال زايد رعاوية وعيال زايد دم قلبي ونبضاته وعيال زايد دم قلبي ونبضاته تسلم سالم من قصيد الخبر قبلت واسبابي من الود هموم والدنيا تبسبه قلبي عليه حن محتد حنين حاشي فارق رجاب لوبك مثل ما بيبة تنشد لكنك خالي من انشاد عوقي من الحقران وصاد واحسن حياتي شوم الاحباب وخالب وخل خالب وخد جلباب المشاح بجلباب بليت وسواد وسالم نبى نسمع شيء لبو الفقيه حبيبي حل في قلبي وضيفك في سما حبي حبيبي حل في قلبي وضيفك في سما حبي اشوف بدر وهلال يقول الهاشمي بهل السبب ما وشي نايح يكون المكايد والحيل دايم علينا وخلي لا سمع كذبه تغير عنده الحال ليش حبيبي حل في قلبي وطيفه في سما حبي اشوفه وادر وهلال قصيدة الشاعر الكبير عبد الله بالحب العامري اهواك يا مشعل غرامي يلي بحشاي حط لي حر حبك على الفؤاد نامي حب جديد احس بفرق
راحات قلبي وانسجامي سرقتني بالملاسر خصني رطب الأنامي يوم كتب لي في العمر رزق قهواك يا مشعل غرامي يلي بحشاية حط لي حرب حبك حلال فؤاد نابي حب من جديد أحس بغرس روح خطر غصن القناة خطر غصن القناة وارد على الماء سيا وادي كنا ومار جنبي ومار جنبي وبجفا نهرنا وبجفا نهرنا نحوي وصواب سهام وعتنا وصاب قلبي وصاب قلبي أنا يا أبو يا أنا أزل الوادي أمان أنا يا أبو يا أنا كل القرايب فلاحي دمه معي للقرايب فلاحي بالروح ضمه يوم قلبي غنينا بالروح ضمه يوم قلبي غنينا يا صاحبي لا تنشد الروح عن شيء يا صاحبي لا تنشد الروح عن شيء أنا حبيبي نور كل المدينة أنا حبيبي نور كل المدينة أنا حبيبي بسمته تخجل الطي يكسب سنة بدر الدجا من جبينة أنا حبيبي راح الحيون الناعسة رمشافي لسى الهم شيء لمحمد عبدو هذا عاد حينه يا مهما عيك للقرايب فلاحي يا مهما عيك للقرايب فلاحي بالروح ضمه يوم قلبي غنينا بالروح ضمه يوم قلبي غنينا يا صاحبي لا تنشد الروح عن شيء يا صاحبي لا تنشد الروح عن شيء أنا حبيبي نور كل المدينة أنا حبيبي نور كل المدينة أنا حبيبي بسمته تخجل الضي يكسب سنة بدر الدجام الجبينة هذا حبيبي راح الحيون الناعسة بمشافي ناس الهمة ذاب الهوى من حنينا أنا حبيبي بعد كل ما فنان حد الدني نفسه يقول ما فنان القري مع اللايت برام اوف شو غادي صحو كامي صحو كامي عيني عليك بارد يا ابو محمد عيني عليك بارد سبحان رب خالق جنك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن خير الخالقين ابدا صحو كامي تبارك الرحمن عيني عليك بارد هتقول ما فنان الا فنان فوق عن الفنان فنان اليوم يا اليوم يا دبي يموت وراشد هذا هو مع مسيو صلاح اليوم سمعتوا بطر الجربة طر الجربة اليوم في دبي يموت في دبي يموت اليوم طر الجربة يوم يقول لك عباس الضعف ويا أخوه دباس تراه اليوم هذا معنى كلمة عباس الضارب ويا أخوه دباس شوف العالم يا ربي أمة لا إله إلا الله اليوم وليش أبوي حطيك على خدك ما يعرف الخسارة طالب كابتشينو شو طلبت اليوم كابتشينو أيوة شو قول كابتشينو ها
حبيب الشوكولاتة كابتشينو؟ اي اي وزي كولها؟ او عفوية كا؟ كا اي شو طلبت انت؟ جوس بابا زين عندوكم هذه متابعة زين عيست وانا زاعج وثارها بوي البطارية ما ندريها موجفه البطارية وعيست وانا العالم ليه في الكوفي كلهم سمعوني هي ما سمع ثارها فقيرة صالية هرب الله انت وظفور ودنيا اشوف شو داخل شو داخل داخل عندك بعد دقيق يا ربي ويا ربي مشنترين هاي وحالة تل الله وظفور وحالة هاي يوم قلت مكسورة عندوكم ها مكسورة وتبرد هاي يوم قلت مكسورة وتبرد ما اقول عن شيء يلا والله هاي شوف الله عليك ها شوف ترى انا عيست وانا صار والله والله العظيم اني ساعة وانا باغم ترى اخر شيء عقدت من الدنيا ترى ما تسمع فقيره ما قليتي قال لي الدكتور قرب الله تهدك قال لي وين الرايت هاي الرايت اليمين رد هي حق الرايت هي والثاني حقي هاي هذا ما قال لي المهم بكم اخذتنهن على ثقه 3800 تدين شيء انت ولا كل من ثقه كل من ثقه والله والله عن طريق التليفلان شوف انت يا رب نحوي حوات جدام لا والله يتوني مسوتن هاي كنت سمعين عيال غرب الله تتسدبين قالت لي شو قالت لي بلات الصارخين يوم كنا مشاهرين في لندن زعفين عليهم خوفتين مروعتين قلت لها بتحل انا نرمس عادي هي والله قالت الوالدة انا بقول انت تزعفين انت تزعفين انت تسويت فحص بكلي فلان طلعت صالية عفوان الله يلا مع السلام حبيبتي قولي ما سر عميل شو مشكلة ما عليه الحين انت نحن ما بنتفقي ما شيء زعل ولا شيء صريخ لا الحين نحن ما بنتفقي بكلم مشكل ما عليه من الظهر وانت على هالنجرة حبيبي خلاص اسكت انت صلاح نعم بيه نعم بيه انت يا بيه نحن مش بيه اسمعني نحن لازم نسوي اتفاق الحين من الحين وساير ما شيء صريخ ولا شيء يبغين حبيبه ما عاد بابينو ادري في مبين تعرف منو المينون هذا منو قدع ها قدع تعال تعال عطى المفتاح هذا هو اللي ينازعني طالع طالع هنا هاي اخر مره ترى بزعل منك ثاني مره ما بنقول سوري 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 اليوم شو بالايام اليوم بدتي ما اسمع تدتي غاب الفندق محروق